طيب هبه بقى اخت بدر، ما احنا شفنا الاب والام والجده والاخ، الاخت هبه بنون رسالتها عن بدر بنون وهي بتشجع الاهلي ولا الرجاء دلوقتي في وجود بدر. نشوف. قولي لي بقى بدر بيعمل معاك ايه؟ حنين قوي يعني كده؟ اكتر. قولي بقى، قولي كلمه، احكي لجمهور الاهلي بيعمل معاك ايه؟ هو حنين، مثل يعني على كل شيء، على الناس اللي كيعرف واللي ما كيعرفش، واي حاجه كنكون باغا كيجيب ليا قبل ما نقول ليك بدر راني بغيت هذه ولا يعني بحال هكا. وابنه اياد، اياد بالنسبه لك ايه بقى؟ بدر صغير. طيب عاوزه تقولي ايه لجمهور الاهلي؟ انت اهلاويه ولا رجاويه دلوقتي؟ طيب قولي لنا بقى عاوزه تقولي ايه لجمهور الاهلي والنادي الاهلي؟ كنبغي نشكرهم بزاف على الترحيب اللي قدموا لخويا وعلى اللقب اللي عطاوه السلطان. كما كنعرفوا السلطان ما كتعطاش لاي واحد، و كنبغي نقول لهم يزيدوا يساندوا حيت مازال غادي يعطي اكثر ان شاء الله، وكنتمنى ليه التوفيق في مسيرته. احنا تشرفينا ان شاء الله في مصر وتزوري مصر ومصر كلها تنور بيكم. يعني انت لما تقرا ملخص الكلام، هبه بتقول ده حنين ويعني بيديني اكتر مما اطلب ومما اتخيل، ولكنها لمست على حاجه جديده بقى، هي تشكر جمهور الاهلي الذي لقبه بالسلطان، وده يدل على 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 يعني برضو تقدير متبادل بين اللاعب واسرته وبين النادي الاهلي، ولكن دي اسرته طبيعي ان هيشكروا فيه وهيقولوا المشاعر دي كلها.